مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم صنع بسحر. الحقيقه حلقتنا اليوم راح تكون مميزه جدا وراح تكون فيها طابع غريب، وفي معنا فنان ضيف عزيز وكريم وصوت جميل واحساس بالعزف على اله الربابه. اليوم راح نسمع ربابه، راح نسمع الوان كثير على الربابه مثل البدوي والحوراني وحتى الخليجي أو العراقي وكثير من الألوان وحتى حلبي، بس مو شرط يكون على الربابة. ضيف من مدينة درعا وهو صديق قديم، ومنرحب بالفنان شادي أبازيد. مرحبا شادي وأهلا وسهلا فيك في برنامجنا العودهوسة وشرفتنا اليوم. أهلا وسهلا فيك، شرفنا فيك. الله يسعدك شادي. في كثير ناس بتعرفك، بس إذا بتعرف عن نفسك ممكن يكون في جمهورنا ما حد يعرفك، فمو الكل يعرفك يعني، فنتمنى تعرف عن نفسك. شادي أبازيد من محافظة سوريا، من سوريا، من محافظة درعا. أهلا وسهلا شادي. شادي أنت بتعزف على الربابة وبتغني ألوان كثير على الربابة. بداية حلقتنا، شو فيك تسمعنا على هاي الآلة وكيف؟ بعدين ممكن نحكي عنها كيف تعلمت عليها وكيف صرت تعزف، ولكن حاليا بدنا نسمع منك شيء. نبدأ بالحوراني بما أنه أنت من منطقة حوران، وأنا طبعا من منطقة حوران، وتحية لأهل حوران من السويد. وشادي سمعنا شيء حوراني وهجيني. راح نسمعكم مواويل قديمة، مواويل حورانية، وراح نغني بعد الموال لهجيني. نعم تفضل. عين السما زرقاء،
القمر يلي تشيع علي ومضوي عحدود سوري يا قمر يلي تشيع علي ومضوي عحدود سوري فرقيت درعتها رجعتنا إلى درعا وإلى سهل حوران وبهذا الصوت الجميل وبهذا العزف الحلو كمان وهذا الصوت الربابة الحلو اللي بيوصلك إلى البداوة بيوصلك إلى أحاسيس ومشاعر غريبة حقيقة طبعاً. نعم يعني أنا كل ما أعزف شيء بخص تراث بلدي برجع الإنسان للماضي ما في يستغني الإنسان تحديدا بالغربة يعني في أغاني ما كان يسمعها نعم بس بالغربة بصير كل إشي من بلده يسمعه حتى لو ما كان يسمعه بالأول صحيح بصير يشتاق وحن لبلده كثير هذه الغربة وهذه هذا ثمن الغربة دائما من رحب فيك طبعا بالعدوسة شادي كل الترحيب وفعلا اليوم أخذنا إلى الطابع غريب ما بدنا نقلبها دراما لا حبيب قلبي ولكن بدنا منك تعرفنا كيف تعلمت على هذه الآلة الغريبة وشلون حتى لقيت نفسك بهذا المكان والله الآلة آلة الربابة مرغوبة جدا بحوران صحيح وبداية تعلمي على الربابة كنت أسمع على أكثر من عازف عندنا بحوران يعني وهوية الربابة عشقت الربابة بشكل كبير تعلمت عن طريق حدا أو لحالك الربابة لا الربابة تحتاج إنه أنت تكون عاش تسمع ربابة حتى تعزف ربابة لأنه ما فيها مو مثل أي آلة موسيقية ما فيها أبعاد ما فيها أي شيء مباشرة أنت بتركب ولا في أي مقياس بصير أنت تأخذ المقياس لحالك كل ربابة بتختلف عن ربابة يعني ممكن تعطي الربابة هاي للشاعر لعزف ربابة يجي جديد ممكن يلاقي صعوبة بالعزف صحيح لأن هي على وتر واحد أصلا والقوس دائما يعني ذهاب وإياب فأكيد فيها صعوبة وطبعا بهنيك هاي الآلة الغريبة والآلة التراثية وطبعا صوتك جدا منسجم مع هاي الآلة الربابة بتحاكي المشاعر صحيح كل الآلات بتحاكي المشاعر ولكن الربابة بالنسبة لنا يعني لتراثنا لحياتنا الربابة كثير قريبة منا ومن روحنا شو الفرق إذا بيكون الجلد جلد طبيعي حيواني أو كذا أو
أو بلاستيك. الجلد الطبيعي صوته أحن لا جدال. كل شيء يعني متاخذ من الطبيعة مباشر غير مصنع أحن. أكيد أكيد. بس ولكن صعب التعامل مع الجلد بشيء لأنه بيأخذ رطوبة بسرعة. بيتعامل بالحرارة والبرودة. كثير في صعوبة تصير تحمي الربابة كل شوي وتعامل معها. نعم. هذا عملي أكثر ولكن مو أفضل. لا. نعم. الجلد الأصلي الجلد أحن. بيعطيك طابع برضو. أحن خاص. أحن. نعم بيعطيك حمية. شادي باللهجة الحورانية شلونك؟ ان شاء الله بخير بالسويد. والله ما بنستغني عن لهجتنا اكيد. وانت يعني لهجتك قويه واضحه اكثر مني صراحه. يعني احنا تبعين الصنمين ما كثير بيعتبروا لهجتنا حورانيه بحته، يعني بما انه احنا اقرب الى الشام فمشان هيك تكون لهجتنا شوي يعني بين الشام ودرعا اخف صحيح. شادي شو بدك تسمعنا شيء حوراني؟ والله راح أسمعكم قصيدة نبطية. نعم. طبعا هي الشعر النبطي أهل حوران بيقولوا وأهلنا البدو يعني كمان بيقولوا الشعر النبطي. هو بالأساس متعرف شعر بدوي بس ولكن هو يعني مصنف كشعر نبطي، الشعر اللي بنقوله بحوران قريب. نعم. جدا من الشعر البدوي ولكن بحوران قريب للهجتنا اكثر. يعني انت يوم تقول شعر حوراني او نبطي باللهجه الحورانيه يعني بيستقبلوا اهل حوران اكثر ما انه تقولهم قصيده بدويه. طبعا الجيل الجديد، اما الجيل القديم بفهم الشعر البدوي والشعر الحوراني ما في مشكلة. نعم. عنده. راح نسمعكم قصيدة نبطية على حوران. يلا يلا. واحنا طبعا في شوق دائما انه نسمع اشياء عن حوران خصوصا بهذا المكان. هو طبعا اللي ما بيعرف حوران هي يعني حوران منطقة كبيرة يقال انه من فلسطين الى جنوب سوريا إلى عمان تقريباً وحتى جزء من العراق. ولكن لما نقصد إحنا حوران هي بنقصد هو سهل درعا اللي هي من بعد دمشق أو من ريف دمشق إلى من الكسوة إلى حدود عمان. إلى حدود عمان نعم، هذا اللي بنقصده. وهي هي سهل وهي اللهجة اللي نحكي فيها. نعم. يا زاير تسأل عن علوم حوران، حوران تاريخ ومشاهد مثيرة، تسأل عن الخلان وله عن الشام، والله على العمر في كل ديرة، عناك بصر الشام قلعه وليوان،
بصر الشام قلعه وليوان. ومدرج البلكون ما له نظيره، ومبرك الناقه وداره ابو ذيبان. ونجوم من فوق السواري النيره، النبي لها زار وللنبي برهان. النبي لها زار وللنبي برهان. وللأنبياء ذكر مقدس وسيرة. عاشت بها الأمجاد من دور غسان، وسوارها بوجهها لمعادي عسيرة، درعات يا مسجد عمر بيك عمران، يشرف عصحنا البابرية الكبيرة. آثار تحمل غار عطول الأزمان، تنبيك عن أيام كانت خطيرة، غر ربعه الشهاب برجه وقدران، وعين البصل مياه حلوة نميرة. حياك يا زازون عمود سهران، حياك يا زازون عمود سهران، يحمي والأهل والعشيرة، حوران نشميات حلوة وشبان، حوران نشميات حلوة وشبان، وشياب يقولوا للضيفة نجيرة.
بنت العرب يا ام كردان ما يلبق الا ليك ليه اميره شرشد مسكب قطولك وذهبان وعرجه على راس الغزال الغريره غنيت موال ودقيت عيدان غنيت موال ودقيت عيدان وراح ظل غني لو كحلة غزي هلا ظل هجي وعيدي حروف وارسل سلامات للغالي لا ظل وارسل سلامات للغالي يا علي لضايع المعروف يا أمجد لضايع وشميت الناس بالتغلي الله 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 يسعد مساك الله. طبعا ما بننسى هاي القصيدة للشاعر المرحوم عبد الكريم الحمصي قصيدة يا زايرا تسأل عن علوم حوران نعم. وطبعا غنيت بالأخير على أطفالي لأنهم بيعشقوا الرباب كثير عشان يسمعوا الله يسعد مساك. هلا في أسئلة حقيقة إليك. تفضل. في ناس طبعا سألت إنه الربابة وتر واحد. وتر واحد. فهي وتر واحد. وفي أليكس بيسأل إنه هل الأخشادي محترف الغناء أم هاوي؟ يعني أنت بتعد حالك من يعني أنت محترف الغناء فقط شغلتك هي مغني وعازف ربابة أم أنت هواية؟ لا هواية. هي هواية أكثر من أنه محترف يعني كنت حياتي. بسوريا محترف كانت شغلتي بسوريا أما هون لا مو نعم وأنت بتغني باحترافية عالية وشارب المقام كاملا كلام شكرا. أليكس وصوته ذايب مع صوت الربابة أحسنت طبعا في أسئلة طبعا كثير ولكن قبل ما ندخل ببعض بقايا الأسئلة طبعا احنا غنينا حوراني واكيد في ناس ما فهمت كل الكلام اللي كان موجود بالقصيده ولكن فينا احنا نكتبه في بعدين ممكن نكتب هذا الكلام او ممكن ان يعني نعرف شو نقصد بهذا الكلام الشعر شهادي يا فينا نشرح بعدين شهادي طبعا انت غنيت البدوي وغنيت الحوراني شو في عندك عراقي على الربابة هل في شيء من هذا القبيل في بس يعني أنا بغني كل الألوان تقريبا بعطيها يعني إحساسي أنا الخاص وممكن تأخذ طابع بعض الأغاني طبعا اللهجة الحورانية لأنه في تقارب كبير بين الحوراني العراقي الخليجي الأردني في تقارب بالنسبة للفن بشكل كبير يعني ممكن الناس تقول لا وكذا بس في لأنه إحنا بحوران ربينا على
مطربين خليجية وعراقية، كان في خليط كبير في حوران. وبنسمع بنفس الوقت الغناء يعني حتى بسوريا كان بحوران يسمعوا الخليجي والعراقي أكثر ما يسمعوا الحلبي. نعم صحيح صحيح، من ميل لهذا الجانب بتصور بالنسبة للغناء. للغناء نعم. فسألناك إذا في عندك شيء عراقي، طبعا أنت متابعينك والله هلأ والله حقيقة فيه. عراقيين كثر، فلازم نسمحهم شيء عراقي وعلى الربابة بعيوني. بس هو سؤال في سؤال قبل ما نبدأ، شو دوزان الربابة؟ حسب مو مرتاح صوت الشاعر عازف الربابة بدوزن الربابة. عازف الربابة دائما بينقلوا شاعر، ما بينقلوا انه عازف ربابة. شاعر ربابة هو الأكثر ربابة. اللي بيعزفوا ربابة بكتبوا الشعر يعني. بس في ناس كثير ما بتكتب الشعر يعني بتعزف ربابة. نعم. أما بشكل عام يعني بحوران أو بالمجتمعات البدوية شاعر الربابة حتما يكتب الشعر. نعم. فمشان هيك بيسموه شاعر ربابة. هذا الجيل القديم، بس أنا من الجيل الجديد. شو يعني مسميك، عازف ربابة ولا شاعر ربابة؟ لا لا، يعني أنا بعزف ربابة بس ما بقولش الشعر بشكل كبير، يعني إلي قصائد معينة بس ما هي مو كثير يعني. نعم. أنا لأنه بالأساس يعني كانت ابتديت كمطرب يعني مع آلات الموسيقية، بعدين اهتويت الربابة. يلا نعم. إلى العراق. العراق. حبيتك وحسبت حبيتك وحسبت حبك يظل الدام الدام، ما فرقت خاطري يا ظالم من عرفتك الهليوم الهليوم، عغفوا 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 وفارقتني. عغفوا عغفوا وفارقتني والناس بيت لو يا ظالم حبك صفة يا ظالم بس ليلة ويوم. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلا. سنشطولك علي هالليل، طبعا موال فراتي بس قريبين من العراق. سنشطولك علي هالليل أداري أداري ودمع العين يهلل. سنشطولك علي هالليل أداري أداري ودمع العين يهلل يهلل. نخيت الساجدي للصبح أنا نخيت الساجدي للصبح وبهالليل وبهالليل يجمع شملنا ويا الحباب يما يا يما. Thank you.
ذكرتك واسم مغيمة ذكرتك واسم مغيمة واسم مغيمة وعليك الروح محتارة مدري الدمعة من العين مدري الدنيا مطارة وينك ما إلك ذينة وينك ما إلك ذينة واسمك ضاعت خضارة البحر لا يبعدك عني البحر لا يبعدك عني أسوي القلب عبارة يا ويلي يا ويلي يا ويلي انشدك عن ودادي عجز لو مال انشدك عن ودادي عجز لو مال تقل انا عدل الحمل لو مال بعد ما مال حملي وخنت بي يا ويلي يا ويلي يا ويلي الله عليك طبعا اكيد يعني مليون وميت برافو في اسئله كثير حقيقه نيرو بيسالك شو الفرق بين الكمان والربابه في ناس بتسالك اسئله كثير ولكن كل هاي الاسئله وبعد في اسئله راح نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل خليكم معنا هي ومعلكم انتي الأود هسات Vi är en musikskola och hos oss har du chansen att lära dig ett nytt instrument med hjälp av fantastiska lärare som är välutbildade och har stor pedagogisk erfarenhet. Vi har kurser för dig som vill lära dig att spela oud, piano, gitarr, trummor och fiol. Kurstiderna är flexibla och kan anpassas efter ditt schema. Vi har fina och fräscha lokaler och här kan du förutom att lära dig spela instrument också kunna gå med i vår ungdomsorkester. Vi på Odhuset tror att alla människor oavsett ålder med rätt intresse och vilja kan lära sig att spela ett nytt instrument. مرة ثانية مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة مميزة جدا مثل ما سمعتوا ومرحب مرة ثانية فيك شادي أهلا وسهلا فيك دائما يعني في العود هو ست وأنت صديق عزيز أكيد وتعرف أسئلة كثير حقيقة وشغلات كثير حلوة بحقك لأنه أنت بتستاهل ولكن خلينا ننتقل إلى أشياء أخرى طبعا في ناس حضرتك حفلات مثل بيحكوا رائد مثلا بيحضر انه حضر لك حفلات وانت مولع باللون العراقي لك هذا الموضوع والله يعني انا بغني كل شيء حلو تقريبا كل شيء كلمات جميله بشكل عام حتى اني باخذ الكلمات وبغني باسلوبي اكثر من يا سحر بتسالك هذا اللون من الفن حدا سمعك من المجتمع السويدي؟ اشتغلت هنا أكثر من حفلة يعني خاصة بالمجتمع السويدي. شو كانت ردود أفعالهم؟ والله يعني كانوا ينبسطوا هم بسمعوا الصوت بسمعوا الإيقاع كانوا يندمجوا يعني. نعم. يلاقوا شيء جديد يعني خاصة تلفت انتباههم آلة الربابة بشكل كبير. صحيح.
ننتقل من الربابة إلى جو آخر. شادي طبعا يمتلك صوت رائع وصوت ضخم حقيقة، وهذا مو مجاملة، هذا حقيقة. الحمد لله. أنت بتميل للون الحلبي رغم أنه الفارق شاسع بين الربابة واللون الحلبي، بعاد عن بعض. كل شيء جميل، يعني الإنسان كل شيء جميل بسمعه، وبحب أغني، يعني بحب أنوع بشكل عام. نعم. طيب شو بدنا نسمع منك؟ شيء حلب. حجاز شو؟ حجاز. يا بعد تجيني
يا بنت تجيني وجفت من الدمع انشاف يا 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 قلبي يا بقالت اجيلك يا بقالت اجيلك بليلة مظلمة يا بقالت اجيلك بليلة مظلمة منشا يا بقالت اجيلك بليلة مظلمة من شاف يا ويلي يا بقلت البدر يا بقلت البدر بالدجا يا بقلت البدر بالدجا ما يختفي انشا يا بقلت احل الدوايب واختفي بليل هنيا يا أمان 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 ولبعد سلامي لسالي ما حدا من العيش يسالي ما حدا من العيش يسالي وأنا فراق وبتألم حقيقة في أسئلة كثيرة و... وعجبات كثيرة شادي شكرا كثير في سلامات إليك
والله عليك يا شادي، وشكله ضاع شادي. لا لقول. لا ما بضيع أكيد. تمام. أنت عم تغني اللون الحلبي طبعاً بشكل كمان رائع وجميل، عندك صوت ما في شك فيه ولا في اثنين يختلفوا عليه. يعني أنت لاحظ بالفترة الأخيرة حتى كل الفنانين العرب صاروا يغنوا بكل الألوان العربية، ما عاد فيه تحديد يعني. صحيح. الفنان بغني خليجي، بغني عراقي، بغني حلبي، بغني مغربي، بغني لبناني. يعني الأمور انفتحت، يعني ما مو شرط الصوت الإنسان إذا صوته، طبعاً أنا ما بقدر أقيم حالي، الإنسان إذا صوته جميل بيقدر يغني جميع الألوان بشكل جميل. نعم، وبالإضافة لشخصيته لهويته بالنسبة للصوت. طبعاً مطلوب كمان شيء حلبي. شو كمان بدك تسمعنا شيء حلبي؟ مطلوب موال وفوق النخل طبعاً، ألحان عثمان المصلي. في ناس غنيتها طبعاً. موال وشي كمان حلبي. إلي عين على الفرقة، إلي
هالفرقة منامت يا ما شفت بليلي منامت والله مصايب هالدهر والله مصايب هالدهر قلبي والله مصايب هالدهر قلبي من نامه تطيل عن اشرف على الغياب ابعت لي جواب ابعت لي جواب
الله عليك طبعا، يعني حتى اللون الحالي بتأدي بالشكل كويس، بس رغم انه ليش غيرت الموال؟ ليش ما غيرت نفس الموال؟ والله اجى على بالي هيك تقسيم اخذتك الى مكان اخذتني التقسيم الى اللون، مع اني غير مجهز حالي اني اقول موال بالطبقه العاليه هاي. طبعا كثير معجبينك موجودين وكثير يعني ابداعات واحسنت كله الـ كل الـ يعني الاعجابات لك شادي للاسف. لا لا انا ما قلت انك كثير اعجبك. انا ما برضى. شو مخبينا لسوريا؟ والله سوريا الحبيب اعطينا نهار يعيش بيه حتى احنا الا احنا وطن يعيش بينا. الله الله عيد كمان. كل من الى وطن يعيش بيه الا احنا وطن يعيش بينا. كل من إلى داره كل من إلى داره يعيش بيها إلا إحنا دارنا دارنا تعيش بيها. مشتاق لك يا أهل وطن يا أهل وطن يا أهل وطن مشتاق مشتاق لك يا أهل وطن مشتاق لك يا أهل وطن مشتاق 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 ضم ترابك ترابك بديا. مشتاق لك يا أهل وطن مشتاق لك يا أهل وطن يا أهل وطن يا 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 أهل وطن مشتاق. كل من إلى وطن كل من إلى وطن يعيش بيه إلا إحنا وطننا وطننا يعيش بينا. كل من إلى داره من إله داره يعيش بيها إلا إحنا دارنا دارنا تعيش بينا. مشتاق لك يا أهل وطن مشتاق لك يا أهل وطن يا يا أهل وطن مشتاق مشتاق أضم ترابك مشتاق أضم ترابك ترابك بدي. جنة 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 يا وطننا جنة 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 يا وطننا يا وطن يا حبيب يا أبو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا أبو تراب الطيب. حتى نارك جنة حتى نارك جنة 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 جنة
هذه بكيتنا إلا شوي يعني تمالكنا أعصابنا. في نهاية هذا اللقاء ما أن غير نشكر جميع المشاهدين والأسئلة، للأسف ما ردنا على كل الأسئلة بس ولكن خليكم معنا، وطبعا شكر خاص وجزيل الشكر لك فادي شادي، ودائما أكيد في حلقة تانية، في ناس عم تطالب بحلقة تانية والساعة قليلة، وشكرا لك وشكرا على حضورك معنا، وشكرا لكم وشكرا وتصبحوا على ألف خير.